أهلا بكم في برنامج صحافتكم. نستعرض معكم الأخبار التي تناولتها الصحف المحلية لليوم الأربعاء الخامس عشر من أغسطس 2018، ونبدأ بعناوين الصحف ومع صحيفة أخبار الخليج. جلالة الملك يؤكد البحرين على امتداد تاريخها أنموذج للتآخي والتعايش والتسامح، وستبقى واحة للأمن والاستقرار بتعليم الدين ونبذ التعصب. البحرين تحقق إنجازاً عالمياً غير مسبوق في مجال السلامة الجوية، حققت نسبة التزام ب 84% والمتوسط العالمي 60%. أخطرها إصابة بأزمة قلبية، 90 حالة استقبلتها عيادة اللجنة الطبية البحرينية في مكة المكرمة خلال 3 أيام. ومع صحيفة الوطن والتي عنونت الملك جهود كبيرة للسعودية بقيادة خادم الحرمين لخدمة الحجاج. 6 دوائر بلدية تشهد منافسة انتخابية ساخنة. 1,100,000,000 دولار التداول العقاري بالنصف الأول. وأخيرا مع صحيفة الأيام والتي عنونت الخارجية الخطوة الأمريكية تعكس حرصا كبيرا على أمن البحرين، تصنيف قائد سرايا كإرهابي يثير حفيظة الحرس الثوري. طيران الخليج تحتفل بالذكرى السنوية 30 لتسيير رحلاتها المباشرة إلى اسطنبول. الأحمر البحريني يدشن مهمته الآسيوية أمام كوريا الجنوبية. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج بأن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، خاض تدريبا بالدراجة الهوائية استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للرجل الحديدي والتي ستقام خلال شهر أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال سموه إنه سوف يواصل التدريبات من أجل الوصول إلى كامل الجاهزية وتحقيق أفضل النتائج في البطولة. نطالع من صحيفة أخبار الخليج بأن مملكة البحرين حققت إنجازاً غير مسبوق في اجتياز التدقيق الإجباري الذي تم على السلامة الجوية بالمملكة من قبل فريق التدقيق التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي، وحققت البحرين نسبة التزام وصلت إلى 84% مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 60%. صرح رئيس اللجنة الطبية التابعة لبعثة الحج البحرينية الدكتور إبراهيم عبيد لصحيفة أخبار الخليج أن عيادة مملكة البحرين الطبية بمكة المكرمة قدمت الخدمة العلاجية لنحو 90 حالة لمرضى من الحجاج البحرينيين والخليجيين خلال 3 أيام. إلى أخبار صحيفة الوطن، ونقرأ أن رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار في متحف البحرين الوطني الشيخ همي بنت محمد آل خليفة صرحت بأن متحف البحرين سيحتفل خلال ديسمبر المقبل بذكرى تأسيسه 30، عاكسا بذلك حقبة مهمة من التاريخ الحديث لمملكة البحرين. أشارت صحيفة الوطن إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان سيرعى المؤتمر الدولي الأول للتميز في العمل الاجتماعي والتطوعي تحت شعار نحو عمل مؤسسي متميز، وذلك في الفترة ما بين 8 و10 من سبتمبر المقبل، حيث سيتضمن المؤتمر العديد من الزيارات الميدانية الرسمية والبرامج السياحية والترفيهية. نطالع من صحيفة الوطن أيضاً أن الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوكالة الزراعة والثروة البحرية الدكتور عبد العزيز عبد الكريم أكد أن إدارة الرقابة والصحة الحيوانية
ستكثف جهودها في تشديد الرقابة على مختلف الشاحنات الواردة عبر المنافذ الرسمية بالبحرين، مضيفا أن ضمان سلامة الغذاء تأتي ضمن أولويات الوكالة للحيلولة دون مرور أي شحنة مخالفة للقوانين والأنظمة. نقرأ من صحيفة البلاد أن إدارة الأوقاف السنية قد انتهت من استعداداتها للموسم الخيري لعيد الأضحى المبارك، حيث رصدت ميزانية بلغت حوالي 49 ألف دينار لمشروع الأضاحي وكسوة عيد الأضحى، حيث سيتم تسليم كل أسرة قسيمة مشتريات وفقا لعدد أفراد الأسرة. نشرت صحيفة البلاد أن صندوق العمل تمكين وقع مع مجلس النواب اتفاقية لدعم تدريب عدد من الطلبة والباحثين عن عمل في مختلف التخصصات الإدارية وتأهيلهم لشغل عدد من المناصب الإدارية في المجلس وتزويدهم بالتدريب المختص بما يتماشى مع المؤهلات المطلوبة في مختلف المؤسسات. قالت صحيفة البلاد أن وزير الإسكان باسم الحمر كشف عن نسب الإنجاز بوحدات مشروع ضاحية الرمل الإسكاني، والتي قد بلغت 89% من الأعمال الإنشائية ل 1256 وحدة سكنية. في تصريح خاص لصحيفة الأيام، توقع مصدر مسؤول في وزارة الصحة تشغيل مركز باتلكو الصحي ومركز غسيل الكلى في منطقة الحنينية سيكون في بداية العام المقبل، مبينا أن العمل في المشروعين لا يزال قائما، وأرجع المصدر أن سبب تأخر افتتاح المركزين بسبب عدم وصول الأجهزة الطبية واكتمال القوى العاملة التشغيلية للمركزين. أشارت صحيفة الأيام إلى أن وزارة التربية والتعليم قالت إنه تم تدريب اختصاصي تكنولوجيا التعليم في 93 مدرسة وتدريب 60 معلما ومعلمة، بالإضافة إلى توعية أكثر من 5700 طالب وطالبة على الاستعمال الآمن للتكنولوجيا. وبينت الوزارة أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى الوعي السليم لاستعمال التكنولوجيا لضمان سلامتهم، خاصة في ضوء التغييرات السريعة والطفرة الرقمية في تقنية الاتصال والمعلومات. نطالع من صحيفة الأيام أن هيئة الكهرباء والماء حققت إنجازاً قياسياً في خدمة المشتركين، إذ نجح مركز الاتصال في خفض الوقت اللازم للرد على استفسارات وطلبات المشتركين بنسبة 90%، وذلك خلال أقل من 20 ثانية. يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المكالمات على مركز الاتصال، لا سيما وأن المركز يعمل على مدار الساعة. محطتنا الأخيرة مع الكاريكاتير. وصلنا إلى ختام البرنامج، تقبلوا تحياتي أنا وفريق العمل، إلى اللقاء.